كتير منيح. عظيم، النظارات مزبوطين وحسب الوصفة تمام. طب ليش عم بيضايقوني دكتور؟ لأنك مالك متعودة عليهم. هلأ بكتب لك على قطرة بتريحك كتير، بالمناسبة كتير رايحين لوشك. لا عم تمزح. لا والله ما عم بمزح. أنت قدي عمرك؟ قديش بتحط لي؟ يعني مو أكتر من 23 24 سنة بس. حابة تكوني أكبر من هيك؟ مو معقول حدا بيصح له يكون شاب وبيقول لا. بصراحة دكتور أنا بشوف إنه الواحد كل ما كبر بالعمر بيزداد هيبة ووقار وخبرة، يعني هيك بحس. وأنا بشوف إنه الشباب هو الحياة. كيف يعني؟ رح أقول لك كيف. العمر بعمره ما كان بالشكل، العمر هو هون جوات عقولنا، والشباب هو الأفكار الجريئة اللي منترجمها نحن على أرض الواقع. يعني خليني أقول لك إنه العمر أو الشيخوخة هو الحدود والقوانين والإرث الاجتماعي اللي مربطين حالنا فيهم، واللي يمكن هو سبب تعاستنا، وعلى الأغلب هذا هو. أنا قصدي أقول من وراء هذا الكلام اعملي اللي بدك اياه، جربي كل شيء بهالحياة، لا تخافي، خليكي فري، أو مثل ما بيقولوا بالإنجليزي open minded. يعني حياة واحدة رح نعيشها وبتستاهل إنه نعيشها. خلاصة الكلام، روحي طلعي فوتي سافري تعرفي على ثقافات جديدة، روحي رقصي وسهري وانبسطي. طلعي مع شلة، انت عندك شلة ولا لا؟ بلا عندي. وبوي فريند؟ لا ما في. وشو ناطرة لهلا؟ مستني حدا يفهمني، حدا كبير واعي حنون يعرف تماما هو شو بده، يعرف كيف يتعامل معي. انا بشوف انه الصداقة اولا بعدين بيجي الحب. قصدي اقول انه الحاجة للصديقة اهم بكتير من الحاجة للحبيبة. هلا يمكن مع الوقت هي الصديقة تصير حبيبة، بس مو بالضرورة. انتو ليش بتعدوا الامور زيادة عن اللزوم؟ انا مو هيك بشوف الامور. لو كان عندي وقت كنت اكيد اقنعتك بوجهة نظري. اكيد حنلتقى مرة تانية، وانا بوقتها حاقنعك بوجهة نظري. تعجبني كتير البنت اللي بتدافع عن قناعاتها. هي مو قناعة، هي مبادئ. حلو، معناتها في لقاء قريب بيننا. باي لبوني، تعي لهون. شو بعد؟ طمنيني، شلون طلعوا النظارات؟ ان شاء الله منا تمام، كثير منيح. الحمد لله، الحمد لله يا ربي طمنتيني. شو قصدك ولي؟ ما قصدي شيء، قصدي يا دوب تلحقي تروحي على السوق وتجيبي اغراض المحشي مثل ما وعدتي. ايه هي ميدو. معناتها اجت من الصين رديرتي. الو، ايه دادو، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، كيفك؟ كيفن الصبايا؟ انت مع لبنى وين؟ ليش لبنى اشتغلت؟ ما قالت لي. يلا يا ستي ما في مشكلة، بكرة بتترك. محشي؟ ايه لا تعبان كتير وهلا جاي من المطار. نور؟ عندي مشروع احسن من هيك. شو رأيك اجي لعندكن وعملكن تشاينيز فود؟ طيب عندك جزر؟ باذنجان؟ رز؟ كتير منيح. خلص مشوار الطريق بكون عندكم. ايه منلتقى بالبيت. ماشي يلا باي. جو يلا لف ورجع. بس يا ستنا اليوم لازم ترتاحي منيح، لانه بكره عندك لقاء تلفزيوني على الهواء، بعدين ببين على وشك التايرد، تعبانه. اذا بدك تعب دغري ببين على الكاميرا. خلص يا جو لا تاكل هم، انت بس توصل على الفيلا نزل الاغراض ودير بالك منيح على التحف. ها ايه بس قبل ما انسى ستنا بدي نبهك على شغلي بخصوص الرز. اينو بنقعه نص ساعة قبل ما اطبخه. لا مش هيك قصدي. ايه تذكرت. لكل كاسة رز كاسة مي مزبوط؟ يا عمي مش قاصد طريقة طبخ الرز. لكن شو قصدك يا جو؟ رح تشلني. انا اللي بقصده انه حاجي خلص بكفي رز، ما بصير هيك. ما تنسي انك زيتي كيلو 800 جرام بهالسفرة. وكيف بدك يعني انسى اذا كل خمس دقايق بتذكرني بهالكيلو؟ كيلو و 800 جرام. نحن ما صدقنا يوم تنزلت 3 باوند بهالسفرة، رحت رجعت اياهم.